وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا أمرنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم، وأكرمنا بأنوار المعرفة والفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بله، امهات درس ما خدا إذن بده إن شاء الله. قرآن الكريم كلام خدا جل جلاله، سورة قصص، سر ابتداء سورة قصص جتفسير إمام زمخشري أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري رحمة الله عليه وعلينا أجمعين، آمين. سورة قصص مكية معلومة، 88 آيات، وافتتاح سورة جي بتاسين ميم، يعني تاسين ميم أمعنا بيجن لسلوي چه خبردان واختلاف هي قد قاسي كفا عم بدا ما أمي تشتك مهين كريج أساتيزي وكو أمي جي دين نيشي وان تشتاد بي سلا تسمية سورة بقصصية مالا سورة دا درواس تبا وقتا قد بي قيدا حدث شعيب تبالي و من هم قصص علي حدث شعيب رد بي مالا بعصا قصص يقص قصص ضربات في كلمة سورة تسمية جودة مالي بالي سيدا تاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون صدق الله العظيم آيات يكي حتى السير تاسين ميم هر سه حرف یعنی دبکو حروف هجایب یعنی حروف کو عرب جوان حرفا کلمه تشکیل دکن چه دکن د خبر دانا ما بین خدا پی خبر دادن دبکو حروف هجایب جبو میدان خودنا نقاشی مشکو کافرا آکا و نکارن معنا ویا بنزری ویا مثل ویا سوره کی جیبین حتی نکارن آیت کی جیبین یا خود جی وکا آتی روایت کرن جی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهما که تاسیم میم دبی ناوکی جا اسمای خدا جل جلاله خدا جل جلاله دبی ناوکی خود سون دفعینه مقسم علیه جی تجدای وید یا خود جی دبی تاسیم میم تا کلمات تایه جی زید تولیه زید تولی تا كلمة حرف سيني مقتبدة شيء مقتبدة قدوسة وحرف ميمجي أو جي مقتبسة شيء جم الملك هي هو الملك القدوس السلام المؤمن المهين يعني هيك جي وصاقوتية يعني سي تشار اختلاف كده يا حروف هجاينة يا نابي خدا يا جل جلاله خدا بيسود خينا ويا خدجي سي حرفي كش سي كلمة هاتنا قرتن كلمة زيد طولة كلمة قدوسة وكلمة الملكي وداد بي جل جلاله تلك آيات الكتاب المبين اوان آياتكو هاتين غندن اوان آياتكو حاضر الزهن اوانا آيات الكتاب المبين آيات وي كتابة الواضح مجيئه من عند الله المبين بمعنى البين يا جي المبين عين جاء ابانا يبين ي او جي بمعنى مجرد يعني ايات في كتابك واضح اتشخ هاتنا ويش جم خدا جل جلاله دبي نتلو عليك خدا جل جلاله دبي نتلو عليك امل سرت بخينه ام اشترى بخوين ام استدى سيدا باسا تلك آية تجيب آية زينية مال دي كتاب خدا دا ويا مرنا بجا شترن مال
اجبو خطابي برسول الله عليه صلى الله يعني عليه واله تلك وسلم و آيات كدر بسمنا آيات كدر بسمنا تقول ندا أو أنا تلك آيات الكتاب المبين أو كين ما تكرت إيش أساس سيدا بتلك جي جبو كتلك معلومة أسماء الإشارة كي جبو بعيد راتي استعمال كرين أبيا باعتبار خطابة بشر يعني يعني جبو خطابة بشر يقصد خدار جل جلاله دوري ونزيد تنه جبر وی تیلکه گوتیه اینجا چما تیلکه گوتیه چما به اسم و اشارت کشبو بعده رایه چون که دنوا ما و آیت خدا دا جل جلال و جبر به کلام خدا اپی مسافه ایه جبر وی تیلکه اشارت کرده نه گوتیه هازا یا زیهی یا زی تشته او ساید نه گوتیه گوتیه تیلکه اینجا یا دبه تیلکه مشار و الهی مقروعه یعنی وان آیت قواتنا خواندن بسر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وياجي وان آياتي بحاضر الأذهان يعني وقت أكون دخيل الأوان تشتي بحاضر من ذهني مدى أوانا ترجي آيات الكتاب المبين مال نتلو عليك أمي بقين نسبت يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من نبأ موسى وفرعون أمي بقين نسبت من نبأ موسى خبر موسى أو خبر ويا شأنه فرمزنه يعني تجي معجزنه تجي باهيرنه أمين سرطة بخينا تبتكي جوي خبر موسى وفرعون يعني تمام أمين أخينا أمين بشترى بحثنا لكن أمين قسمك جي يعني وقتها أمين مني مني بعد يايا بعد نبي موسى وفرعون يعني من دبا مفعول جبو نتلوية ودبا مني قيامية بجي ويش مفعول جبو نتلوية أمين تقدير بكم أمي بيجي نتلو عليك شيئا أمي تشتكي لسبتا بخينا ده أو تشجي من نبأ موسى وفرعون خبر موسى وفرعون معلومة نباجي بمعنى خبرة يالز نبأ خاص جخبرة نبأ صادج جخبرة عظيم الشهرة استعمال كرين خبر إسا ها أهم دبا ها نا أهم بجرا خبر تيقوتن فقد جبوك النبأ بيقولون جراك شأني وي در أمري وي قاوي تشكي مظلمة يعني تشكي معجزة ده أنا بخين الستاج نبأ موسى وفرعون أما بخين حال كون ماشي بالحق أما بخينان بالحق يعني أو بالحق أما بكن حال يعني محقين يعني تشتي أما بخين جي أو أنا طمامي موافق واقعنا يعني تسي واقعي لنا جبرويكو هم بين متلبسا بالحق متلبسين محقين مالي متلبسين بالحق يعني محقين مالي لقوم يؤمنون نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق جكيراجي جبو أجل كيراجي لقوم يؤمنون جبو قومك مؤمرة معلومة آيات خدا جل جلاله من في عديتنا آيات أنجا قارا كي كتيا قارا أهل إيمان كتيا كافر جي منفعات نابينا استفادة ناكر وجبر وي خدا جل جلاله جبو أجل وان مؤمن ربنا وان عبرتا بقرر ودها إيمان وان ساغلن ببا يعني دي جي خدا روني صار سلمة ورسل مال من نبأ موسى وفرعون دبي أب من نبأ من دبي مفعول نتلو أي نتلو عليك بعد خبرهما يعني تمام خبر فرعون وموسى أو ما جرى محاورة ومناقشة قدرة موسى وفرعون درباس فيها أب أنجا تشتك وإلقى لندرمشتك يعني إبب تسليش ترى يا محمد صلى الله عليه وسلم إبب تسليش أمتا طابعي ترى أميوي قسمي يعني تشكي جوي أمي بخينا جبوك يعني برا تسلي صبر جوارا تشير بالحق محقين مال يعني دبا حال مال كقوله تنبت بالدهن أف تنبت بالدهن كد بعصا الشجرة زيتونة دايا شجرة زيتونة شجرة كي وصايا كد تنبت بالدهن شين دبا بچه شين دبا بالدهن يعني مع الدهن يعني وقتا شين دبا فبيويجي دهن هي يعني دهن معلومة زيتك زيتوني زيتين يافيا كل زيت زيتونة جبلة زيتون يافيا كل زيتونة جبلة أبيات دهنة معلومة دكان شرايا دكان لمبايا
هي استفادات كان استضاءات كان أخدا جل جلاله شو في دي الدهنية دبي دري دا كريا حال شبيش فعلي تنبتي دا بالحقيقي كريا حال شبيش فعلي نتلي را كنا حلو يا يعني أزوران عفوا يعني شو الزيتون قد دون جي ناقت جي ناقته يعني زيتون كي بيدون شوات نه او كي خداي تعالى افتشتك بيجي او جي قدج حقية ناقطة صادة حقية شوا او زيتون صادة دونة او جي صادة حقية مالي يعني بيدر لا يعني تدبر بيدر مالي ايش خو جبونا ويان يا يعني بي الحق جبو اعرابه ويرا بقول بلكي جبر حالية ويدا بيتم بتو بالدهني يعني بالدهني شو ذبا حاج بيش فعالي تامتيرا جارو مجويمة أو بالحقيقة ذبا حاج بيش فعالي نتويرا يعني وصا يعني أو بالحقيقة وبالدهني جو موي يونيفا أو كوان بهالشكل مال مال كقوله لقوم يؤمنون أما بخينا لسارتا بعدك جبي نبأ عظيم الشأن خبر موسى وفرعون جكيرا جي ببعن يعني مفعول له جبو شرا جبو كيرا لقوم يؤمنون جبو قومك مؤمنا أو إيمان بينا لمن سبق في علمنا شنك وانا هنا إيمان نارنا كأنه إجا أقول لمن سبق في علمنا أنه يؤمنوا يعني باعتبار ماكو أنبيجن ببقى مجاز الأولى يعني بيج ذا إيه ببن مؤمن جانا ذا فدا جل جلال وراد بج ورا شيء استعملك مؤمنون يؤمنون استعملك شو ما جي أم يجبو وانا جبو قوم مؤمن را برهمش تمام إنسان را به لأن التلاوة إنما تنفع هؤلاء دون غيرهم چونك تلاوة القرآن كلام خدا أنجا فايدة ده كي ده أهل إيمان فايدة نادر أهل كفر الظلم الشركي أنجا كلام خدا جوان را دها چتك دها دوريتياج حق وعدالته وإيمان چتك دها كفر وان كينا وان بغضا وان القارشي رسول الله القارشي كلام خدا دها جي بيزي دهت بل أم هاتن إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين بل أو خبر ويتشيه خبر ما بين فرعون وموسى أو نبا عظيم أو حال مظلم أو تشيه أب يعني قصة أب إن فرعون على في الأرض فرعون لعنته فضالبة درية أرضيدا ظلم وكفر وكبر مشان يعني درية أرضي كبر وظلم وبغيك وجعل قران فرعون هاني أهلها أهل أرضي أو الإنسان التالي أهل أرضا كتيدا بو محيط منطقة كتيدا بو أوان قران شيعا وان قران فراق يعني كلا برشا برشا أصناف أصناف صنف صنف بل يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم راد وشكر يستضعف طائفة طائفك ضعيف كر يعني طائفك حقارة الوان كر وان خور دي وان لوان ظلمي كر يذبح أبناءهم بدلش بيش يستضعف طائفة نجي يذبح أبناءهم رادون أولاد وان شرجي بكرن ويستحيي نساءهم وبيلاتي وانجي يهيشت يعني دبو برا بيلاك ببينا أولاد وان كورين وان الدنيا أبياجي جبال كاهن جرا قوتبو دوي سالي دا أوي كو إيتابيك جي أوي إيوان الدنيا أمر داوي جي قو هرشي صبيه كورين كريسان وان الدنيا رابو جاسوسا تفريقا يعني جاسوسا داني كوچا ومحلا و صبيه كي تشيبو هنه بكشن صبيه كورينه كو تشيبو هنه بكشن جبو كو قويا خود ابان نيسا هم غايا جي نيسا هم بيكي وانا نرقيزي وانا مال يعني لاوازني كشتن قيزا جي دشت يعني بيركا جي دي كشتن سيدا نا قيزا دشتن قيزا يعني قيزا مبنشن كي كا
كان بوك بقى اللومة إذا تكلا قيد حبسنا يزبي حبنا ويستحين نساء إذا تعبير بالنساء يجبوك أشبيرة إلى ذا يعني بدنا نساء مش حاولة تعبير بالنساء أوجبوا مجاز للنساء مال إنه كان من المفسدين شما وذكرت شنك فرعون عليه اللعنات جمفسده يعني إلا إن ريا أرضي إفساد شيء بكرنا فتنة شيء بكرنا وكبر أخو سلطنة أخو بدأ دوام كرنو بدأ مشاند إن فرعون جملة مستأنفة جملة مستأنفة كالتفسير للمجمل المدرج من نبي عظيم من نبي بين شقو نتلو عليك من نبي نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون ومن نبأ موسى وفرعون إذا النبأ عجب شمو إذا بقوا إن فرعون على في الأرض بيكر بيان كر يعني استئناف كي بيانية بيناك السؤال كي أواه تكرم أو نبأ عظيم شمو وضع جل جلاله بقوا إن فرعون أواه جملة مستأنفة كالتفسير للمجمل أو مجمل كنبأ من النبئين كأن قائلا ما دام مستأنفيا عجبت بات تفسير وكان قائلا قال وكيف كان نبأهما نبأ موسى وفرعون شوابو شحالبو هل أجمرا حكاية بناك بيجا بك فقال فدا جل جلاله قو إن فرعون على في الأرض يعني قصد فدا جل جلاله أرض مملكته مملكة فرعون أرض ويعني أوان إنسان كد مملكة فرعون ذاهبون فرعون عليه اللعنات لوي أهل مملكة خزر ميكش كبريتك طغيانه وكبريتك يعني أرض مملكة قد طغى فيها أن فرعون طغياني كدوي أرض مملكة خدا وجاوز الحد أرتخ ديان المض بشكل ده صنر تاني مش ناكد يعني اللي تصنر كي ناسكني نا مظلومة نا فقيرة نا بيشارة نا سقطة نا ضعيفة نا فلانة كسينيش وجاوز الحد في الظلم هو العسل ظلم عسل شوية يجيب معناه كده جعل شدات لزي مالي مالي وجعل أهلها شيعة قران ده أهل مملكة خو أهل أرض مملكة خو قران ده شي قران ده شيعة فرقة جران ده صار فرقة فرقة يشيعونه أوان فرقة هاني يشيعونه على ما يريد ويطيعونه تشويق ترغيب فرعون كريم لسبب شيء على ما يريد ويطيعونه يعني تشبه خستا وتشويق تكرم عشقا يشيعونه تقوية ويتكرسي التقوية تكرم رغبة وتشويقا ويتكرم يشيعونه على ما يريدوا يعني فرعون شي إرادة بكرات شي تشبس بكرات شي بخستا وانا جرى مساعدة تكرم تقول تقوية والتشويق تكرم ويطيعونه وعين زمان تجي إطاعة ويتكرم لقارشي ندهات شي بخستا مرادي ويتشبانا أبانا لقارشي ندهات لا يملك أحد منهم يكشفان شيعي هاني كسي تملك نذكرن أن يلوي عنقه كوستي يقول بابخينا إطاعتنا كفلان شوهو تجار أوك نذكرن يعني تملك حقي بناك دخدا نديت يعني أصاخو عاجز زانبو قال الأعشاء شاعر أعشاء عجبا دبدا الشيع بمعنى فرقتين ناي دبي قال الأعشاء وبلدة يرهب الجواب درجتها حتى تراه عليها يبتغي الشيعة بل وبلدة بري مفازة هبو يعني بري نفسري الشيعة هبو يرهب الجواب إنسانك قطع مسافات كرن يعني بالرياضة تشون سير سفر كرن بالترسيان درجتها يعني سيرا شبه دوان تشولادا دوان مفازادا دترسيان نا يعني دترسيان كدوان تعريكيا ودترسيان سيدي تعريكيا وشباوي دترسيان مالي يعني سيرا دوان جيادا تعريكيا دلجت دري سيرا شبه دوان جيادا بالي يرهبوا دلجتها يعني جد سيرا تعريكيا ودترسيان دترسيان
دو انت عريتيانا كم سير بكن سفر بكن نترسيان حتى أصل ترسيان كنت تراه تدديت الأبي جواب تراه عليها لسر وان وان بلدته والله أعلم يأخذ الجتل يبتغي الشيعة دوغاستن إنك إنسان لدوراوي هبن كنت دستك جوان بسينة ترساوي جهرة يعني بيترسارة هكسي أصل دوغاستن أما دبي آل دوی دری دا به تنه تشو یعنی قط من کسی تخمیش ند کرن جت تشکی ند ترسیا دلجت نه معنا تاریتی ها ولا دلجت مزان مگو به معنا سیده سیده اگو معنا تاریتی ها سیده سیده مالا ویسی دلجه دلج ابلج افتعلا ابلج بیوزنی اکرمه ایزا سارا لیلن سیده ود دلجت و از اولام ود دلجت و از ساعت من اللیل بله من سي اساس طارق سيره سيره دوان جياده بالشبي يعني ها سيره بالشبي يعني السيده مرويسي كشف دبي طارتي هم دبي رايده بله بله ابو دبي ده مجانا بنارم طارتي نو بنبرم ها كلام سيده جي لوكس ده يشمش ده او يشيع بعضهم بعدا في طاعته دبي ده الشيعة قال لي سيدة جواجي استفادة بكم شيع بناء كدبي دريدة بمعنى اسم فاعل به بمعنى اسم فاعل كشيع به يعني مشيع يعني أوي كتقوية ودستك وتشويق بده تشد ده فرعون شيع وصف معنى كده تفسيره ويا أول ويشيعونه ويطيعونه هذا ماك شيع بمعنى اسم فاعل يا صيغه اسم فاعل بمعنى مشيعة و إجا بدري داجي كو يشيع بعضهم بعدا إجا نكو تشويق و تقوية فرعون دكن لسر مرادي و جرى إطاعة دكن نا إجا شيع خبخ شيع خبخنا يعني أهل هل يك هبالي خود تشويق دكن لسر إطاعته لسر چه لسر مرادة فرعون كو بيجيه خود أو يشيع بعضهم بعدا في طاعته تشويق هبودو دكن بإطاعة جبو في العورة أو أصنافا يجي ديسا شيعا إجا تفسير السياء أو أصنافا يعني جعل أصنافا كلا صنف صنف في استخدامه استخدام معلومة دو تركي دا جيتي استعمال كرم يعني كمارب إنسانا كي دا مراد خدا بدا خبتاندن يعني إشتي olarak عامل olarak بدأ خطاندر فرعون وانا قران ده چه قران ده أصناف صنف صنف قسم قسم فكي وان صنف صنفا باعتبار چه بون في استخدامه بخزمة كرديتنا فرعون ده يتسخروا مسخر دبون صنفان في بنائه فرعون تسخير دكرن مسخر دكرن قسمكي دي بنائه ده يعني دي چهكرنا آبايا ده وصنفان قسمك جي في حرسين دو جوتو في الدباري دا وصنفان في حفرين قسمك جي تعيين ذكره مسخر في ميسر يعني تيسير ذكره دو كولاني دا بلي ومن لن يستعمله او كسيك في العو إجاوي ندانا خبتان دين إجا درب عليه الجزية دا إجا دا حقي ويدا فيرغي دا يعني تقول تجي أبقص فيرغي أخو بدي أم يجب تفسيرها سسي شيعي معنى شيعي أو فرقا يجي شيعي ديسا بمعنى فرقا إجا بتشو وصفي مختلفة قد أغرى بين سيدة بك فرق مختلفة قد أغرى داوة لنا بوان دا أغرى بين العداوة أو كيف يجيب وهم بنو إسرائيل والقبط إجاد نابا فانادا رابو تشكرين عداوته يعني خدابو قبطيك وآليوي بون بنو إسرائيل جي قارشو تيوي بون إجاد نابا واندا الشر وقربالخي شيء يتكرن جبوك السلطانة تاخو بدا دوام كرن معلومة وقتا مرض ذهب مشغول به مياري هاد يجير حد بها ويشاغي رحات زحات إسراحات أخو تسلطة أخو حكم داري أخو بدا مشاغي
جبالي دا في أبي سيدا وأنا شكو أنا شدتي شكو دوامة مالي سيدا شكو داكش نبي الدنيا داكش نبي حق باطل بها مجادلات كان مالي والطائفة المستضعفة بنو إسرائيل طائفة مستضعفة كوغو يستضعف يستضعفهم تشكيو صدر باسو الله أعلى يستضعف طائفة منهم يستضعف طائفة عجبة أو طائفة كور مستضعف كرن يعني وان بالتاني بيجدلو صادر مشي وان بدان كرن أو كي جابوا عجبة قبط يبون يا بنو إسرائيل يبون وبنو إسرائيل أوان مستضعف بنو إسرائيل ودما فرعون يشيخوا الظالمون وسبب ذبح الأبناء سبب شارجي كرنا أولاد الكريم أن كاهنا قال له كاهنك جراغو عرافكي ويولد مولود في بني إسرائيل ومولودك كرك صبيك إذ القبيلة طائفة بني صنفة بني إسرائيل يدا إيوالا الدنيا يذهب ملكك على يديه على يده وإيه ملك يتاتا أب حكم داريتا إرسال دستيري بقدا إيصون أيوالا فاشيا وفيه دليل بين دبي إيشي أبدا إيشي في العون دا دليلك آجخة واضحة على سخانة حمق في العون يعني أحمقية في العون صون درجة أحمق بيها يعني كما في أحمق بيها فإنه چونك أو فإنه شانو حال إن صدق الكاهن أجل كاهن راس قويدة يعني جرى قوتيك صبي كده بنو إسرائيل دا أول الدنيا أو السلطنة تا حكم داريا تا لسردس في صبي بقدا يعني إنت بكشة أجل كاهن راس ده يوم زمان لم يدفعوا قتل الكاهن كاهن في قوتنا كجرى قوتية عجبا قتل لم يدفعوا قتل الكاهن شدا كاهنا نينا من مبقى كاهنا تمام لم يدفع القتل الكاهنا دمك أبيا أجلكو كاهن جرى راس قتبة أب قتنا كاهن وأوجيكو قيرش ميشي بي إيشي آني بو صبي كرين دا كشتين أبيا لم يدفع القتل الكاهنا أجلكو بي كشتن كاري يتنا برا إنسانا بي كشت مكججي صوني إلا بي كشتن دمك دفع قتل ناكب يا أجل فراس ما قلتنا كاهن وإن كذب أيام كاهن ويدرق تشتكي دزمجة قلت بجرا قلت ما كصبيك أو إولا وهي حكم داريا تسون لاندرمش بك أجل قلتنا كاهن إجا كفر به فما وجه القتل إجا قتل لكما يعني دماء الصبا قتلنا شينا بقتل فرعون يعني إما دم إنسانك كمناظرة ومحاكمة دسالة خدا قاربة شيكا إيجا قاردشن أجل كو أزبي مي كشتين قاربة تناس كشتين شي بكم أز إنسانا بكشم جي أزبي مي كشتين شما أزي بكشم مش خواز وايد تيمي كشتين ونا أجل قوتنا قاهن يبغر بأزناي مي كشتين إيجا إليسا أزي شما إنسانا بكشم بل ويستضعفو دبي أل يستضعفو حال من الضمير في وجعله حال إيج ضمير جعله يعني أو جعلك فعلي مي راجع بان في العوبة ويوان دقارين دقارين الشياع وفي رقو وأصناف ده إيجا تشوى دقارين يستضعف حال كون يجيكو ضعيف دخينة مالي طائفة في وجعلة أو صفة للشياع يجد بس صفة الشياع يعني لو يدري خدا جل جلالك وقو وجعل أهلها الشياع حول كون صفة الشياع يجي كي يستضعفوا مال إيه أو صفتي أو يتشاوروا دنيا زولا لا بي صفتي أو يتشاوروا دنيا ما باش رونيا نشتا تبتكي جاري على غير من هي لغية يعني في العود أهلي وي أرضي دقارينا الشيع دقارينا برشا برشا صنف صفتي وانصرباجي كو يستضعفوا أب في العود طائفة منهم يعني طائفة كي جوا تمام اوصد به اوصد به كو خي من هي لهوني به كو خي شكي فعلي يستضعفو راجبال فرعون بايا فرعون بل اجا صفتك جاري على غير من هي لهوني بل اي دقاكي اظلم امنا بجن بجملة صفت اذا
وكي جملة خبره وكي جملة حاله جرى ضمير كيف راجع بال موصوف بابا التديم يقول يستطيعون طاقة منهم يعني جوي كجراند يشيع الطائفة جوان ضعيف ديرة من هذا ضمير ضمير راجع بال تمام 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 شيء مش شيء أو صفة الإشياء أو كلام المستأنف يعني كلام كي مبتدأ ارتباطه بما قبل ويرتنه ويزاد إذا كان شيك برسم ها بالي كلام كسيلة ده استناف استنافة نحوية يا استنافة بيانية يا استنافة نحوي بياني فرق ما بين هذا شيء زيدا استنافة منطقية تبيجن آ بياني استنافة منطقية لك جواب سؤالك مقدرة إذا آن نحوي أما أولك ابتدائية يعني مرتبطة بما قبل يخوض عن النتشتي بسر يخوض جملتي مستقلة بس أنا نقرأ لكم بذا جواب سؤال ولا أو ده هو خش لو ما ويجي قتة بيش يعني ها معلومة ودبي لك إمام الزمخشري وي قسمه ده بيش وي تفسيره كو إيه بب مستهدفك بيانية ده تفسيره ده بيش يعني بس ويذبحوا بدل من يستضعفوا بدل اشبش يستضعفيه جمله بدل اشبش جمله وقوله انه كان من المفسدين بيان ان القتل ما كان الا فعل المفسدين فحسب بل يا كما يعني افتش حال بذاتيه يعني كما أبيا دور عقل دور وجدان دور إنصاف دور عرف عادات تشتكي أواد التاريخ هذا شيء نبي أبيا شو وصاكرين أدري بيان أن القتل أب إنه كان من المفسدين أن القتل ما كان القتل في فرعون أولاد مولودة بنو إسرائيلية كرين دكشتم أبيا إلا فعل المفسدين فحسبوا چونك برج تدج مراقبك اگر كان راس بجي بوشه احمقيه في العود بردايه واگر كان فرق بجي جرا فر ويدرق يعني قرما يعني تشتكي شيكر بجي دي سا احمقيه في العود بدري ده هي لما في العود صادق الانسان اكيد مفسده يعني سمرك ذكرني ميدا تنه ها قارشلق تنه لانه لا لانه فعلا چونكي اف قتلهاني في على كيوسا يكون لا طائلة تحته يعني قاشلق سمرك جي هل ناينة ها بوتنا كان راس به ها بوتنا يفر به يعني سمرك جي هل ناينة اگر كن مقتول مشفوية بي كشتن كاري يترى بلا دنيا يتركو كشه و اگر كن ناي كشتن جي يعني ابقت لهاني بوشنا چما چهت كبير سادة هاني احمق او بس احمق مالي هذا كلمة كرجل بالي كلام كسيدة تبي يسبح ابناهم ويستحي نساءهم طبق يبي يجعل زمان سياسته وبقاء معلومة وكتبي حتى وصدق الفاهن أو كذب أصابك الله خير كثير